هاي معكم فادي قطايا، أنا خبير تجميل من لبنان، واليوم رح نشتغل أنا وسارة بفيز آرت الباليت الجديدة. هيدي الباليت اسمها فاشن أديكت وهي مستوحاة من الترندز تبعول 2020. تابعونا حتى تشوفوا اللوك يلي حاشتغله اليوم يلي هو بالميتاليك آي شادو. نحن أكيد شغلين التان أوف كاميرا مع الحمرة. هلأ رح نبلش بألوان الآي شادو. أول لون حاستعمله هو اللون الفاتح يلي اسمه برايت بكمية كتير خفيفة. رح حط منه تحت الحاجب تضوي تحت الحاجب، وهيدا مثل ما قلت لكم مات. هيدا اللون كتير حلو انكم تستخدموه على طول تتعملوا كونتورينج فيه للعين. هلا عم بستعمل لون اسمه كوتور، حاستعمله على الكريس حتى نخلق الكات كريس. ناخد كمية كتير قليلة حتى الاي شادو معنا ما يهر كتير. هون عم جرب اعمل وينج اي شادو لبرا، وبنفس الوقت كمان رح نرجع هلا نعملها كات للكريس. هلا اكيد تنقدر نعمل كايند اوف كات كريس بدنا نحط كونسيلر. هلا رح استعمل 1 2 3 4 5، خليكم معي. انا اللي عم جرب اعمله انه باللون الازرق اللي حاطه هون اطلع كمان وينك مع الاي شادو البلاك. وهلا حاستعمل 3 الوان من الهايلايتر. حبلش باللون الغامق استعمله كانه بلاش هايلايتر. هاستعمل الروز على راس الخد هون، هاستعمل الجولد على راس الخد، واكيد عطول عطول ما تنسوا لما تكونوا حاطين هايلايت على الوجه لازم كمان تحطوا على الجسم بالاخص على عظام الظاهرة بجسمكم. خلص اللوك اللي هو مستوحى من الستينات والتسعينات واللي اشتغلناه بالباليت اللي اسمها فاشن اديكت من فيز ارت. هلا ساره خلصت الميك اب، رح تروح تخلص شعرها ونرجع نشوفها بالفاينل لوك.